المدينة المنورة، قبة الإسلام، ودار الإيمان، ومهبط الوحي، فيها المسجد النبوي، والمنبر العلوي، والروضة الشريفة، والديار المباركة المنيفة، وفيها مسجد قباء، وآثار سيد الأنبياء، ومقام زين الأولياء صلى الله عليه وآله وسلم، وبجواره الرفيق أبو بكر والصاحب عمر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. فيها أحد، جبل يحبنا ونحبه، نزلت فيها التشريعات، وعقدت فيها مجالس العلم النيرات، وقد دعا لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: اللهم بارك لنا في ثمارنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا ومدنا، واجعل مع البركة بركتين. اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. فالمدينة لها المكانة العظمى والمنزلة الكبرى. قال عليه الصلاة والسلام: لا يقتلى خلاها، أي تقطع ثمرتها، ولا يقطع شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها. وبين مكانتها أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام: المدينة حرم، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقد سماها الله تعالى الدار، حيث قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والمدينة هي التي سماها الله تعالى أيضا طابة، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنها طيبة تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الفضة. ومن مظاهر التشريف لها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهانا عن أن نطلق عليها يثرب، فقال: من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله. أراد صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل اسمها طيبة راسخا في نفوسهم، لتطيب لهم فيها الحياة بجوار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبهديه الذي صبه في نفوسهم الشريفة من خلال توجيهاته وتعاليمه العظيمة. وقد تشرفت المدينة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد رغب عليه الصلاة والسلام في سكناها، فقال: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت، فإني أشفع لمن يموت فيها. وبرسول الله صلى الله عليه وسلم تنورت المدينة. فعن أنس رضي الله عنه قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، ولما انتقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أظلم منها كل شيء. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وارزقنا اللهم زيارته والصلاة في روضته، إنك أنت الجواد الكريم.